كنطالب وكنناشد الحكومه وكنناشد الامن وكنناشد الناس اللي تحت قياده جلاله الملك محمد السادس نصره الله يديروا اعاده النظر في هالشيء اللي كيوقع. الشراء سببه الحبوب المهلوسه، سببه السكر القرقوبي، سببه بزاف ديال الحوايج. انا دابا ولدي عندي دابا ولدي 8 سنين بنت عندها 18 سنه ولادنا في خطر. دابا انا دابا كنكون زقتني من الصين كدوز دابا بنتي كطلع لمرتي كتقدم في خطر، ولدي كيمشي للمدرسه في خطر، عندنا حنا في خطر حنايا. ودابا ديك النار جريمه ديال طنجه، جريمه ديال الرباط، جريمه ديال المحمديه، جريمه ديال اسفيد، جريمه دابا اليوم في درب الكبير. شنو الجرائم عندنا؟ كنشوفوا انواع الجرائم بانواع شتى، الذبح، القتل، الحرق، شنو هادشي هذا؟ انا كناشدوا جلاله الملك يحرك هاد الناس هادو، يحرك السلطات المحليه، السلطات المعنيه بالامر، يديروا اعاده النظر، اعاده الهيكله لهاد الشباب هادو. راه عندنا شنو السبب؟ بنادم ما خدامه ولو ربما كيتقرقب، ربما كيسكر، ربما كيدير شي حاجه وكيبقاش عاقل. بان كيدير ليا بحال شي فلوس ولا دجاج ولا حاجه، نقول بهذه العباره ان صح التعبير. راه نحن في خطر، ساكنه درب كبير في خطر، ما عندنا كنشوفوا هادشي، احنا في خطر. الناس دابا شافوا ما ديكلاروش بيه، فهمت؟ حتى واحد ما قدر يديكلار، كيشوفوه واقف جنوي تما داو ما جابو. ايوا الدريه خرجت الصباح كتسخر، جايبه مسكينه الخبز وتعبئه للخطره، شديتها من شعرها، شكيتيها دوزتي عليها من العنب حتى العنب. بنتي قالت لي بابا، قالت لي راه بنتي انا ذبحوها، اللي بغاتنا لقينا الدريه مذبوح. دابا عندنا وليدات ولينا كنخافوا على وليداتنا حنا. دابا كاع اللي عندهم وليدات كاع من تنقولوا اللهم انا، اللهم انا ضامنك. دابا عندنا وليدات ولينا كنخافوا دابا حنا.